توفيت منذ قليل الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت عن عمر يناهز 76 عاما بعد صراع طويل مع المرض. ولثبت زبيدة ثروت بأنها صاحبة لقبت زبيدة ثروت بأنها صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية والعربية. وآخر عمل شاركت فيه كان مسرحية عائلة سعيدة جدا مع المرحوم أمين الهنيدي والمنتصر بالله وإخراج الراحل السيد بدير. وزير الخارجية سامح شكري أكد أن مايك بنسون نائب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عرب عن تقديره الكبير لمصر وللرئيس، مؤكدا اعتزام ترامب بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر وتطويرها في سبيل تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وعرض شكري في تقرير له قدمه للرئيس بشأن زيارته الأخيرة للولايات المتحدة جهود مصر في مكافحة الإرهاب وتقييم الطرفين بشأن منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والملفين السوري والليبي والأوضاع في العراق واليمن.